الرؤية من غير طاعة ما ينفعش الموضوع يمشي. وأنا عشان كده حابب أرنم ترنيمتين ورا بعض عن الطاعة. عايز أرنم معاكم ترنيمة كاتبها بيقول له دي كلمة هطيعك ما أسهل أقولها. وأنا قصدي بالترنيمة دي القرار بتاعها اللي هو بيقول له لما تشاور كلامك أوامر وهمشي وراك مهما كان أو يكون، عشان أنا عارف النهاية شكلها إيه، أو خليني أسميها أنا مصدق، مش قصة عارف، أنا مصدق النهاية شكلها إيه. كم واحد فاكر الترنيمة دي من السنتين اللي فاتوا؟ ليه كده؟ دي ترنيمة مهمة تيجي في الامتحان. لا لا، شاطر شاطر، مذاكرين طيب هشوف قد ايه فاكرينها وبعدين نشوف هنعمل ايه. يلا جربوا معايا، تحبوا تستريحوا تقفوا؟ يلا بينا، قولوا معايا من الاول. دي كلمة هطيعك ما اسهل اقولها، لكن لما باجي المحك الحي بشعر كأني بصارع معاك. ساعدني أطيعك برغم المتاعب واسيب النتايج عليك مهما كان، ويبقى اختباري ده كله لخيري في ايدك مصيري بطول الزمان. ولما تشاور كلامك أوامر وهمشي وراك مهما كان أو يكون، ما أحلى مسيري معايا نصيري يعوضني وارتاح في صدر الحن. ودرب حياتي أآمن وأصدق بإنك مجهز لي أعظم هتثمر في أرضي ولا تبقى أبوك. وأقدم في طاعتي خضوع الإلهي وأرفض ولو حتى قصر الملوك، وأقولها بعزة أنا من الأعزة وطاعتك دي لذة ولو فيها موت. ولما تشاور كلامك أوامر وهمشي وراك مهما كان أو يكون، ما أحلى مسيري معايا نصيري يعوضني وارتاح في صدر الحن. طيب كم واحد بيرتلها النهاردة أول مرة؟ أنا شايف كده برضو. تعلموا الأول تاني، يلا شدوا خيلكم معايا شوية، تعال نبتدي بالقرار، يلا قول معايا. ولما تشاور كلامك أوامر وهمشي وراك مهما كان أوي، حلو أوي، ما أحلى مسيري معايا نصيري يعوضني وارتاح في صدر الحال. يلا من الأول خالص. دي كلمة هطيعك ما أسهل أقولها، لكن لما باجي المحك الحي بلاقيه إرادتي تخالف كلامك، بشعر كأني بصارع معاه. ساعدني أقوم المتاعب واسيب النتايج عليك مهما كان، ويبقى اختباري ده كله لخيري في إيدك مصيري
الناس وانتوا واقفين الحقيقة يعني انتوا بتحطوا على نفسكم ان انتوا بترنموا كويس وانتوا واقفين، خلوا بالكم. الترنيمة اللي جاية عن الطاعة كاتب هيقول له: ها عرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي، ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق آتي بجملة أقولها. بيقول ربي حياتي تحلو بحبك. الترنيمة دي كاتبها بيقول له بغض النظر عن اللي الناس بتقوله في الحياة، أنا حاجي أرتكن إليك، زي ما كان بيقول كاتب الترنيمة اللي فاتت بس الطريقة دي، هاجي أحط نفسي في المكان اللي أنا ينفع أفت ذير، أنفع يعني ألاقي حتتي فيه في صدرك، زي ما كان بيعمل التلميذ الذي كان يسوع يحبه. نفسي نتعلم ده، نفسي ربنا يدينا الإقناع ده النهاردة، نطيع ده فنشوف إن ده كان الحاجة اللي لازمة لحياتنا تماما. نروح عنده، نكن عنده في حضنه، وانت تعبان وانت متضايق وانت غلطان، لما تيجي تهرب ما تهربش منه، اهرب ليه. الترنيمة دي كاتبها بيقول كده: ربي حياتي تحلو بحبك، ليس سواك ربي حبيبي، تملك قلبي، اشدو يقينا، معك جراحي سوف تطيب. رنم الترنيمة دي بنفس المفهوم بتاع برتاح على صدرك. فيها عدد في الآخر بيقول له كده: ربي إليك أدنو بقلبي، هذه حياتي، ماذا تريد؟ حد كان معنا في التأمل النهاردة الصبح؟ طيب أنا أنصحكم بكرة شدوا حيلكم شوية، تعالوا بدري واسمعوا في التأمل، كان ربنا بيكلمنا ماذا تريد يا رب أن أفعل. أشجعك وطاعتي. يا رب عايشين معنا. ربي حياتي تحلو بحبك، ليس سواك ربي حبيبي، تملك قلبي، أشدو يقينا، معك جراحي سوف تطيب. هعرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي، ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق آتي بجملتي. روحك ربي قوة حبي، يرثي لضعفي يشفع فيه، يملك ذاتي كل حياتي، أشهد عنك حلو لي. هعرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي، ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق آتي بجملتي. بهجة عمري أحيا لشخصك، أحيا لربي أغلى رفيق، حين أسر يبقى سروري بسلام ربي وقت الضيق. هعرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي، ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق آتي بجملة. قولوا انتوا: ربي إليك أدنو بقلبي، هذه حياتي، ماذا تريد؟ وعدك يعطي نفسي يقينا، أثمر فيك بل وأزيد. هعرش قلبي وملء حبي وكل عمري وطاعتي، ليس كلاما ولا انفعالا بالصدق آتي بآخر مرة. هعرش قلبي وملء حبي وكل
مؤتمرات ولا خدمات ولا ترنيمات. مفيش ترنيمة، مفيش ترنيمة يبقى اسمها ترنيمة من غير ما تبقى بتحتوي اسمه أو شخصه أو فعله. اوعى ترنم عن الحياة حلوة بس نفهمها. صدقوني في ترانيم بتقول كده. أنا مش هدخل في القصة دي لأن ملهاش مجال، لكن اوعى ترنم حاجة لمجرد إنها يعني نغمة محطوطة على شوية كلام يعني بيعلوا المود شوية، بيعلوا السيروتونين حبتين كده، يا سلام، والتفاؤل والحاجات. أنا أشجعك من قلبي لو في ترنيمة فيها الرب يسوع رنمها بكل قلبك. لو في ترنيمة ما فيهاش الرب يسوع اركنها على جنب، اعتبرها أغنية روحية أو أغنية من غير روحية، وابقى أقولها في أي وقت تاني يعني حسب المود. لكني أشجعك من كل قلبي زي الترنيمة الجميلة بتاعتنا دي، كاتبها بيقول كده إنه اسم يسوع أروع اسم في الحياة والوجود، ينبوع وجود، لك السجود والكرامة تعود، كل إنسان ولسان يعلنه أنت العظيم لا محدود. يسوع. أحب دايما برنم مع بعض الترنيمة دي. فاكرين في ترنيمة كان كاتبها بيقول اسألوني عن يسوع. لو عايز تخدم زي ما كان أخونا امبارح بيقول، لو عايز تخدم خلي الناس تسألك عن يسوع. قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء لديكم. اسألوني عن يسوع. هاخد الترنيمة دي وهاخد عدد من الترنيمة اللي تقول اسألوني عن يسوع ونصلي. يلا نقف سوا. اسم يسوع أروع اسم في الحياة والوجود، ينبوع وجود، لك السجود والكرامة تعود. قولوا معايا اسم يسوع أروع اسم في الحياة والوجود، ينبوع وجود، لك السجود والكرامة تعود. كل إنسان ولسان يعلن أنت العظيم لا محدود. أختارك ستر الأمان بل وحضن يأويني، إذ أنت لي ماء الحياة يروي روحي يحييني. أختارك ستر الأمان بل وحضنا يأويني، إذ أنت لي ماء الحياة يروي روحي يحييني. فحبك يحصرني بل يسري في شراييني. فيك أنا أحيا حياة الروح بل وأوجد، لك أنا أعيش العمر طوله أمجد. قل معايا فيك أنا أحيا حياة الروح بل وأوجد، لك أنا أعيش العمر طوله أمجد. وأعبد وأسجد وأحمد لك المجد أردد. أحتاجك خلا حبيبا ليس لي عنك بديل، تكون لي ربا مشيرا لحياتي والدليل. قل تاني أحتاجك خلا حبيبا ليس لي عنك أيوة رب، تكون لي ربا مشيرا لحياتي والدليل. تقودني تحفظني ترشدني تنير
I greet you all once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. بحييكم مرة تانية في اسم الرب يسوع المسيح. Last night we began to talk about glorifying the name of Jesus through our lives. امبارح ابتدينا نتكلم عن ازاي نمجد اسم الرب يسوع في حياتنا. By responding to God's general call for all of us.
بان احنا نتجاوب مع دعوه الله العامه لينا كلنا. We spoke about how God has a general call for every Christian and a specific call for every Christian. اتكلمنا ان ازاي ان الله عنده دعوه عامه لكل المؤمنين لكن عنده كمان دعوه خاصه بصوره فرديه لكل مؤمن. The general call for every one of us is to follow the way of love. الدعوة العامة لكل المؤمنين إن إحنا نتبع طريق المحبة. To be holy unto the Lord. ونكون مكرسين للرب. To live by the word of God. ونحنا نحيا بحسب كلمة الله. To live by the spirit of God. ونعيش بروح الله. And to live by faith. ونحنا نعيش بالإيمان. And as we do that. وإحنا بنعمل كده. We'll manifest the kingdom of God. إحنا بنظهر معالم ملكوت الله. It is the peace and the joy of the Lord. اللي هي فرح وسلام في الروح القدس. And as we manifest the peace and joy of God, God will bring people to us first to share the gospel. ولما نظهر السلام والفرح الإلهي، الله يجذب ناس إلينا تيجي تسألنا إيه السر. And we are called to glorify the name of Jesus. وساعتها نقدر نقدم كل المجد للرب يسوع. Today I'm going to speak about fulfilling God's specific will for us. النهارده عايز اشارك معاكم ازاي نحقق مشيئه الله المحدده المتميزه لكل واحد فينا. It's a will of God for every one of us to bear fruit in our lives. في مشيئه عامه لكلنا ان احنا نحمل ثمار لله في حياتنا. The Lord Jesus Christ told the apostles in John chapter 15 verse 16. في يوحنا 15:16 الرب يسوع قال كده للتلاميذ. You did not choose me. ليس انتم اخترتموني. But I chose you. لكن أنا اخترتكم. And appointed you to go and bear fruit that will last. وأقامتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. That choice was a specific choice to be apostles. الاختيار ده كان اختيار محدد جدا إن هم يكونوا رسل. The context of this verse is Jesus talking to the apostles. والسياق بتاع الآية دي هي إنه الرب يسوع بيتكلم للرسل. He tells them, "You didn't choose me; I chose you." فبيقول لهم مش أنتوا اللي اخترتوني، أنا اللي اخترتكم. And these 12 apostles were chosen by Jesus after a whole night. بعد قضاء ليلة كاملة في الصلاة. In Luke chapter 6 verse 12 it says. فلوقا 6:12 بيقول كده. The Lord went on a mountainside to pray. إنه رب طلع على جبل يصلي. He spent the whole night praying to the Father. وقضى كل الليل في الصلاة. In the morning. وفي الصباح. He called all the disciples. دعا كل التلاميذ. And chose 12. واختار 12. From many disciples, he chose 12 to be apostles. من ضمن تلاميذ كتير اختار 12 يكونوا رسل. So these apostles knew that Jesus chose them; they didn't choose him. فالرسل دول عرفوا إنه يسوع هو اللي اختارهم، مش هم اللي اختاروه. And they've chosen to bear fruit. واختارهم علشان يحملوا ثمر. But the previous verse, John 15:15. لكن يوحنا 15:15. The Lord says. الرب بيقول كده. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. لا أدعوكم بعد عبيد لأن العبد لا يعلم إرادة سيده. Instead I've called you friends. لكن أدعوكم أحباء. For everything I've learned from the Father I have made known to you. لأن كل ما سمعته علمتكم كل ما سمعته من الآب. For us to bear fruit in our lives it must come from being a friend of Jesus. علشان نجيب ثمر في حياتنا لله لازم نكون أحباء أصدقاء للرب يسوع. We all know that he is our best friend. إحنا عارفين إنه هو الصديق الحميم لينا. He is our best friend. هو الصديق المقرب لينا. In English we sing a hymn, very popular hymn. What a friend we have in Jesus. في ترنيمة بالإنجليزي إحنا عندنا كمان مترجمة بالعربي بتكلم عن هل صديق يا ترى أي صديق كيسوع. All our sins and griefs to bear. هو حمل كل خطايانا. In that song we are saying, what a friend we have in Jesus. ففي الترنيمة دي بنقول يا إحنا لينا صديق عظيم جدا هو يسوع. يا ترى أي صديق لينا اللي هو يسوع. And we all know that he is our best friend. إحنا كلنا عارفين إنه هو الصديق الحميم لينا المقرب لينا. But in this verse he is not calling himself as a friend of the apostles. He's calling the apostles his friend. وفي الآية هنا مش بيقول إنه أنا الصديق الحميم لكم يا رسل لكن بيقول أنتوا أحبائي أنتوا الأصدقاء المقربين ليا. He's telling I've called you friends. You are my friend. فبيقول أنا سميتكم أحباء سميتكم أصدقاء. It's the other way around. We are called to be his friends. ف
فبنفس طريقة إحنا مدعوين مسمين إحنا نكون أصدقاء. So we can sing the song, "What a friend we have in Jesus." But the question is, will God sing over me, "What a friend I have in Rajkumar"? فإحنا ممكن نرنم الترنيمة دي, يا ترى أي صديق لينا في يسوع, لكن هل الله كمان بيرنم نفس الترنيمة بيقول أي صديق ليا في, كل واحد يحط اسمه, هو حط اسمه, كل واحد فينا يحط اسمه بعد كده. He is our friend. هو صديقنا. Are we his friends? هل إحنا أصدقائه؟ If we are his friends, لو إحنا أصدقائه, we've listened to his voice. هنسمع صوته. We'll ask him to share his concerns with us. هنطلب منه إنه يشارك اهتماماته ومشغوليته معنا. And whatever be the cost, we'll fulfill that call. وإيه هيكون النتيجة إن إحنا نحقق الدعوة دي. He has a plan for every one of us. عنده خطة لكل واحد فينا. It's the best plan for every one of us. وأفضل خطة لكل واحد فينا. So we should find out his specific will and do his will. إحنا محتاجين إن إحنا ندور ونلاقي الخطة المحددة, الدعوة المحددة لينا ونحققها. Now some people think that whatever happens in the world is the will of God. في ناس ممكن تفكر إنه أي حاجة بتحصل فعلا في العالم هي دي بقى مشيئة الله. That is not necessarily true. وده مش بالضرورة يكون صحيح. The most common word for will in the New Testament in Greek is a word called thelma. الكلمة المستخدمة في العهد الجديد, الكلمة اليونانية اللي بتعبر عن إرادة الله اسمها تلما. It means wish of God or desire of God. معناها هي رغبة الله أو أمنية الله. When we understand the word will as wish or desire, لما نستوعب ونفهم كلمة إرادة الله على أنها رغبة الله أو أمنية الله, we also understand that his wishes don't always take place. ممكن نحس إنه برضو كل الأماني لا تتحقق يعني. For example, it can never be the will of a holy God that I disobey God. فمثلا مش مستحيل يكون إرادة الله المقدس القدوس إن أنا أعصاه. God will never tell you and me, "I wish you disobey me." فمش ممكن الله يجي يقول لنا يا أنا أتمنى إن أنتوا تعصوني, مش ممكن يقول كده. How can a holy God tell you and me, "I wish you disobey me"? إزاي الله القدوس يقول أنا بتمنى إن أنا أريد إن أنتوا تعصوني, مش ممكن. But do we disobey God sometimes? لكن هل إحنا فعلا بنعصى الله أحيانا؟ Yes, we do sometimes. بيحصل كتير. So when we succeed in disobeying God, we can't say it happened, it must be God's will. فلما يحصل فعلا ان احنا نعصى الله, ما ينفعش ابدا نقول لا اللي حصل ده ان احنا عصينا الله, ده كان ارادته. There is so much of evil in the world. في شر كتير موجود في العالم. It's not the wish of God. وده مش ارادة الله. So you and me as God's friends, فاحنا كاحباء لله, كاصدقاء لله, we should be finding out his will. لازم علينا ان احنا ندور ونجد ارادة الله. In Ephesians chapter 5 verse 17, أفسس 5:17. Apostle Paul writes. رسول بولس بيقول كده. Do not be foolish, but understand what God's will is. لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي إرادة الله. One aspect of the general will of God is we are all called to have close fellowship with Him. أحد معالم أو جزئيات إرادة الله العامة لنا إن إحنا مدعوين يكون لنا علاقة قريبة وشركة عميقة مع الله. When we have close fellowship with Him. لما يكون لنا الشركة القريبة دي مع الله, He will reveal His will to us. هيكشف لنا عن إرادته. In the book of Psalms, في المزامير, 32nd chapter, 32, verse 8 and 9, عدد 8 و 9, the Lord says, الرب يقول كده, I will instruct you and teach you the way you have to go. أنصحك, عيني عليك, وأعلمك الطريق. I will instruct you and teach you the way you have to go. وأعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها, أنصحك عيني عليك. I will counsel you and watch over you. أنصحك عيني عليك. And then he says, the next verse. والآية الثانية بعد كده بتقول, Do not be like the horse or the mule which have no understanding but must be controlled or they will not come to you. لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. أنا مش هترجم, مش هقرا, عايز أترجم اللي هو قاله, إنه لكن لازم يبقى في لجام يتحكم فيه علشان ما يقربش منك. To make the horse or the mule go to the owner or the handler, he has to put a bit or a bridle or they will not come. علشان يمنع الحصان.
حصان من ان هو يروح في مكان معين لازم يحط اللجام ده علشان يحكمه عشان ما يروحش لمكان معين. God says don't be like that. الله بيقول مش عايزكم تبقوا زي كده. In modern language don't be like donkeys. في اللغه المعاصره بتاعنا الرب بيقول ايه مش عايزكم تبقوا زي الحمير. Don't make me force you to come to me. مش عايزكم تجبروني ان انا اجذبكم الي. Always have fellowship with me. خلي في العلاقة الحبية تبقى ما بيننا. Don't come to me only when I have a problem, when there's sickness, disease. Then only you come to me. Don't be like that. ما تجوش بس تطلبوني لما يكون عندكم احتياج في مرض في مشكلة في مصاعب. Always have fellowship with me. لكن خلي الشركة تبقى موجودة طول الوقت. I will instruct you, teach you, counsel you, watch over you. أنا أرشدك، أعلمك، أنصحك، وأقول لك الطريق فين. Now you're all called to be in the medical profession. كلنا في مجال العمل الطبي. That's your specific calling. دي دعوة متميزة لكل واحد فينا. And as you serve people through this calling. وإحنا بنخدم الناس في خلال دعوتنا دي. Please do it out of love for God. عايزين نعملها من فضلكم، اعملوها من دافع المحبة لله. How do we love God? إزاي نحب الله؟ How does a Christian love God? إزاي واحد مؤمن يحب الله؟ The first aspect of love is obedience. أول نقطة في علامات المحبة دي هي الطاعة. In John 14:23, Jesus said. يوحنا 14:23 الرب يسوع بيقول كده. If anyone loves me, he will obey my teaching. إن أحبني أحد يعمل وصاياي. Which we spoke about yesterday. We love him, so we obey him. وإحنا شاركنا الأمر ده امبارح. إحنا بنحبه فنطيعه. Also, when we love God, we'll take care of people, God's people. وإحنا كمان وإحنا بنحب الله إحنا هنهتم بشعب الله. The Lord asked Peter. رب سأل بطرس. Do you love me more than this? أنت هتحبني أكثر من هؤلاء؟ And Peter says, You know I love you, Lord. وبطرس قال أنت عارف يا رب أنا بحبك. Feed my sheep. قال له ارعى غنمي. Do you love me? أنت بتحبني؟ I love you, Lord. أنا بحبك يا رب. Take care of my sheep. ارعى غنمي، ارعى خرافي. So you and me, when we love God, we'll take care of His people. لما نحب الله هنرعى الشعب وهنرعى خرافه. And the medical profession is a tremendous opportunity to take care of people. وفي خلال سياق العمل الطبي بتاعنا عندنا فرصة هائلة جدا إن إحنا نهتم بالناس. So that is your calling. فدي دعوة. Please work with all your heart in your profession. في عملك المهني الطبي اشتغل فعلا بكل قلبك. The apostle Paul wrote to slaves in Colossae. Slaves. في كولوسي رسول بولس كتب ده الكلام ده لعبيد. In third chapter of Colossians, Colossians 3, verses 23 and 24. 23 و24. Whatever your task, work it with all your heart. مهما عملت مهما فعلتم اعملوا من القلب. As working for the Lord, not for men. كما للرب ليس للناس. Knowing you will receive the inheritance from God as a reward. عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. It's the Lord Christ you are serving. لأنكم تخدمون الرب المسيح. And that is to slaves. To slaves he writes, you must be the best slave. هو بيكلم عبيد بيقول لهم أنتوا لازم تكونوا أحسن عبيد. If I was a slave in Colossae, لو أنا كنت عبد في وقت كولوسي في مدينة كولوسي, I would have told Paul, أنا كنت أقول لبولس, you are a free man. أنت حر. I am a slave. أنا عبد. You're telling me to be the best slave. أنت عايزني أكون أحسن عبد. You don't know what it means to be a slave. هو الرب عايزني أكون عبد. My master is a very difficult man. السيد بتاعي صعب جدا. You're telling me to be the best slave. أنت عايزني أكون أحسن عبد. But Paul would still say that because he spoke by the Holy Spirit. لكن بولس هيستمر يقول نفس الكلمة لأنه كان بيتكلم بروح القدس. So whatever work we do, we're doing unto Jesus. أي عمل موكل لنا إن إحنا نعمله اعمله لأجل المسيح. To shine for Jesus. عشان فعلا ننور لأجل In يسوع. In a profession, we must strive for excellence. إحنا في عملنا المهني لازم نسعى لأحسن مركز ونكون متميزين. Not to be one up on our colleagues. مش مهم إن أنا أتنافس مع زملائي وأبقى أعلى منهم. Not out of selfish ambition. ولا يكون عندي طموح أناني إن أنا عايز أبقى أحسن واحد. But serve people out of love for God. لكن نخدم الناس من دافع المحبة لله. Sometimes in our professions. ممكن في عملنا المهني. I was in my profession for 19 years before God called me for full-time ministry. قعدت أشتغل في عملي المهني لمدة 19 سنة قبل ما الله يدعوني إن أنا أكون خادم متفرغ. And my simple formula was to do, be the best worker in my office to shine for Jesus. وكان جوه قلبي إن أنا
أعمل العمل بتاعي بكل قوتي وأحسن مستوى علشان أنور لأجل يسوع. And sometimes in a profession we don't get recognition. We don't get recognition. وأحياناً في عملنا ما حدش يعني بيكرمنا أو يحس إن إحنا متميزين ولا يدينا أي يعني مديح. And it's possible to lose your zeal for work when your work is not recognized by people. وأحياناً سهل قوي إن إحنا نفقد كل حماسة في الشغل بتاعنا لأنه اللي حوالينا مش شايفين المستوى الشغل بتاعنا وبيمدحون عليه. That's when we must ask ourselves, am I actually working out of love for God or of love for myself? ساعتها أنا محتاج فعلاً أسأل وأنا بشتغل علشان خاطر الناس حواليا تديني مكافأة ولا أنا بشتغل حباً لله. In the book of Hebrews, في سفر العبرانيين, in chapter 6 verse 10 it's written, 6 10 و 11 God is not unjust. بيقول إن الله ليس بظالم. He will not forget your work. حتى ينسى تعب المحبة. Or the love you have shown him as you help his people and continue to help them. حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه. So we help people out of love for God. فساعد الناس من دافع محبتك لله. Every small thing we do with people don't notice, he notices. أصغر الأعمال اللي احنا نعملها وللناس حوالينا مش شايفها ومش ملاحظها الله شايفها وبيلاحظها. That's why one day he will say, well done, good and faithful servant. عشان كده في النهاية يقول إيه نعما أيها العبد الصالح والأمين. Everything is on record, what we do, what we say, what we think. كل حاجة بتتسجل, كل حاجة بنقولها بنعملها بنفكر فيها. He's a just God. هو الله عادل مش ظالم. So are we really serving people out of love for God? احنا محتاجين نخدم الناس بس من دافع محبتنا لله. And when people don't thank us for what we do, ولو الناس ما شكرتناش لأجل اللي احنا بنعمله, do we lose the zeal for service? هل احنا نفقد الحماسة للخدمة? The Lord Jesus Christ then healed 10 people of leprosy. الرب يسوع شفى 10 مرضى بالبرص. 10 lepers came to him. جم العشرة دول مرضى بالبرص. And he told them, go and show yourself to the high priest. وقال لهم روحوا اظهروا انفسكم للكاهن. As they went, they got healed. وهم رايحين في السكة شفوا. They were not healed in the presence of Jesus. ما حصلش عمل الشفاء ده في محضر يسوع وهم جنبه. At that time they were still having leprosy. ساعتها كان لسه عندهم البرص. As they went, وهم ماشيين في السكة رايحين للكاهن. On the way they got healed. خفوا من المرض. Only one came and thanked him. واحد بس اللي رجع وشكره. And the remaining nine forgot about thanking him. They didn't even say they got healed. وحتى التسعة الباقيين ما قالوش إن إحنا خفينا. Remember they were healed on the way. They were not healed in Jesus' presence. خفوا في الطريق ما كانوش عند يسوع لسه. Forgot about thanking him. They didn't even come back and say they got healed. وحتى لما خفوا ما رجعوش يقولوا إحنا فعلا شفينا. Did the Lord Jesus Christ stop the ministry of healing because only 10% thanked him? هل الرب يسوع سحب الشفاء منهم عشان خاطر واحد بس من العشرة 10% من الناس جم شكروا؟ He was totally consumed in doing the will of the Father. هو كان كل قوته بيصنع مشيئة الآب. In a ministry we should never be people pleasers. احنا في خدمتنا احنا بنعمل حاجات للناس. I told you yesterday that every Christian is a servant of God. واحنا مش شغالين عند الناس لكن احنا خدام لله. And as servants of God we seek honor from God. واحنا بنخدم الله احنا بناخد كرامتنا من الله. He's the honor. He is the one who will reward us. هو اللي هيكافئنا. And as we serve him, واحنا بنخدمه, we must know we should not be people pleasers. مش مطلوب مننا ان احنا ابدا نكون هدفنا ان احنا نبسط الناس ونرضيهم. In Galatians chapter 1 verse 10 we read, بنقرا كده في رساله غلاطيا عدد اصحاح 1 وعدد 10. The apostle Paul writes, رسول بولس بيقول, am I now trying to win the approval of men or of God? لعلي الان ارضي الناس ام الله؟ Or am I trying to please men? أم أطلب أن أرضي الناس؟ If I was still trying to please men, I would not be a servant of Christ. فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. It's futile to try to please people all the time. It is futile. ملهاش أي لازمة الحقيقة. مش هنقدر أبدا ننجح في الحكاية دي إن إحنا نحاول نرضي الناس
طول الوقت. Whatever we do to please God. لكن اللي احنا نعمله ونعمله هدفنا ان احنا نرضي الله. In the book of Romans chapter 14. في روميا 14. 17-18 verse. 17 و 18. It's written. مكتوب كده. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا. But of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. For whoever serves Christ in this way is pleasing to God and approved by people. لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. In everything we do, we should seek to please God. كل حاجة بنعملها خلينا يبقى اهتمامنا ان احنا نرضي الله. As we seek to please God, واحنا بنرضي الله and always please him, وعايزين نرضي طول الوقت, we'll have the approval of some people. في ناس هتيجي تمدحنا, هنبقى مزكى عند الناس. Some will approve us, some will reject us. ناس هتقول لنا انتوا تمام 100%, وناس هترفضنا. Some will accept us, some will reject us. بعض الناس هتقبلنا, بعض الناس هترفضنا. As an evangelist, I go all over places and share the gospel. ككارز أنا لفيت أماكن كتير أشارك الإنجيل. There are times people come to kill me. كان في ناس حاولت إنها تقتلني. Happened a couple of times. حصل كام مرة. They come near. وصلوا لغاية قرب عندي. And they go away. ومشوا. God has put a hedge around me. الله حط سور حماية حواليا. And I'm here only to serve God. وأنا موجود هو الوقت بخدم الله. And in India, some people advise me, be very careful how you go and speak. There are people out to attack you. وناس نصحتني أحيانا كثيرة, خلي بالك لما تروح الأماكن دين, خلي بالك في ناس ممكن تهاجمك. So I tell them. فأقول لهم. One day when I leave this world is a promotion to heaven. في يوم من الأيام لما أسيب الأرض هنا أنا هترقى وأروح السماء. If someone kills me before that, out of turn promotion. لو حد قتلني قبل الوقت ده أنا هاخد ترقية أكتر كمان. Never expect out of turn promotion. Certainly will go ahead. ترقية ما توقعتهاش لكن أخدها. So don't fear man. فما تخافوش الإنسان. Fear of man will be a snare. لأنه مخافة الإنسان تصنع فخ. Other time people reject me. They get angry with me. They shout at me. بعض الناس بترفضني وتبقى غضبانة وتزعق لي. And Christians ask me sometimes. وبعض المؤمنين مرة قالوا لي. How does a Christian handle rejection? سألوني السؤال ده, إزاي ممكن الإنسان المؤمن يتعامل مع الإحساس بالرفض؟ I'm rejected by people in my office. مثلا أنا في المكتب بتاعي مجال عملي اللي حواليا بيرفضوني. In society. في المجتمع. Everywhere people reject me. في كل مرة الناس بترفضني. Because I'm a Christian. لأني أنا مؤمن. How does a person face rejection? إزاي أنا أتواجه مع الإحساس بالرفض؟ I have a simple answer. إجابتي البسيطة بتكون. Simple practical answer. إجابة بسيطة عملية. How does a Christian face rejection? إزاي المؤمن يتعامل مع الإحساس بالرفض؟ Get used to it. اتعود على الموضوع ده. Get used to it. اتعود على الحكاية دي. It's part of a calling. ده جزء من الدعوة بتاعنا. In 1 Peter 2:4 it says. في بطرس الأولى 1:4 بيقول كده. As you come to him, the living stone, rejected by men and chosen by God and precious to him, you also like living stones. بطرس الأولى 2:4 sorry. 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5. Could someone read? We'll put it on the screen. I'll quote in English. As you come to him, the living stone, the living stone, yeah, rejected by men but chosen by God, مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله. You also like living stones. أنتوا كمان حجارة حية. Are being built into a spiritual house. مبنيين بيتا روحيا كهنوتا مقدسا. Christian life is not a popularity contest. Christian life is not a popularity contest. الحياة المسيحية الحقيقية ما هياش مسابقة للحصول على رضا الناس ونكون معروفين وناخد شعبية وسط الناس. We are not called to be popular. We are called to be obedient. مش مدعوين إن إحنا نكون مشهورين, مدعوين إن إحنا نكون طائعين. As we go about pleasing God in our work situation. وإحنا بنسعى إن إحنا نرضي الله في ظروف عملنا. No, as an evangelist, let me tell you. ككارز أنا بقول كده. You medical professionals. كناس عاملين في المجال الطبي. You are in a better position to share the gospel than people like me. أنتوا عندكم الفرصة الأحسن والأفضل أنتوا تشاركوا الإنجيل أحسن من واحد زي أنا. We have an advantage. عندكم ميزة. I'll tell you why. وأقول لكم هي إيه. For a normal Christian.
لواحد مؤمن عادي. To share the gospel sometimes can be a little bit difficult. ممكن مشاركة الإنجيل تكون أحيانا صعبة. Because to share the good news. لأنه عشان نشارك الأخبار السارة. Before you share the good news, you must share the bad news. قبل ما تشارك الأخبار السارة لازم تشارك الأخبار السيئة. Bad news is everybody is a sinner. والأخبار السيئة إيه؟ إنه كل واحد خاطي. Good news is everybody can be saved by the blood of Christ. والأخبار السارة إنه كل واحد عنده الفرصة إنه ينال الخلاص بدم المسيح. And many Christians do not know how to share good news because they don't know how to share bad news. وكثير من الناس من المؤمنين مش عارفين يشاركوا الأخبار السارة لأنه مش عارفين يشاركوا الأخبار السيئة الأول. How to go and tell my friend he's a sinner? إزاي أروح وأقول لواحد صاحبي أنت خاطي؟ So because they don't know how to share bad news, they don't share good news. مش عارفين إزاي نشارك الأخبار السيئة، مش عارف إزاي أشارك الأخبار السارة. Whereas you doctors, لكن كأطباء، you have an advantage. عندكم ميزة. You're trained to share bad news. لأنكم خدتوا تدريب إزاي تشاركوا الأخبار السيئة. When you diagnose a patient of cancer, you must call the family and explain this person got cancer. لما بتتقابلوا مع مريض عنده سرطان مثلاً، بتدعي. بتقعد مع أفراد الأسرة وتقول لهم الخبر السيء دوت. Only bad news. There's no good news there. بس ساعتها هو كلها أخبار سيئة. ما فيش أخبار سارة. Whereas gospel is good news. لكن الإنجيل هو الأخبار السارة. So you have an advantage. فعندكم ميزة. So don't waste your time. فما تفقدوش الفرصة. It's so wonderful to share the good news. أمر رائع نحن عندنا الفرصة نشارك الأخبار السارة. Because when you in a work situation you manifest the love of God, the wisdom of God, people take notice. لأنه في سياق العمل المهني وأنت بتظهر محبة الله والناس بتاخد بالها. Yesterday I told you about how those whom he calls he justifies. لأنه الناس دي هتبقى عندها شهادة أن أنت فعلا كده. If he's called you to be a doctor, he'll justify the calling by giving you the resources to be a very efficient doctor. وأن الله لما بيدي حد بيديله المؤهلات، أنت كطبيب عندك المؤهلات أنك تمارس الطب. He'll make you efficient. هيخليك عندك الكفاءة. Because 1 John 2:27 says the anointing will teach you all things. نقرأ كده في يوحنا الأولى إنه المسحة تعلمكم بكل شيء. He'll give you strength to work hard. He'll give you strength to work hard. هيدينا قوة إن إحنا نشتغل بكل جد. And as you choose to obey him in all honesty. ولما نختار إن إحنا نعيش الحياة الطاعة بكل أمانة. With honesty. Efficiency and hard work will be outstanding in your work situation. الأمانة والكفاءة والاجتهاد والالتزام في العمل هيخلينا فعلا متميزين في مجال عمل. God will make your display of his splendor. رب هيخلينا احنا بنشع البهاء بتاعه. And they will come and ask you. هيجوا يسألونا. You're working so honestly, efficiently. You're a wonderful doctor. You're so loving and kind. أنت دكتور أمين جدا. أنت دكتور كفء وأنت دكتور فعلا مليان بالمحبة. What is the secret? السر. And he simply revealed to them the secret is Jesus Christ. وقال لهم على السر هو يسوع المسيح. God uses our successes to share the gospel. فالرب بيدينا الفرص علشان خاطر نشارك الإنجيل. He will also use our apparent failures to share the gospel. فيستخدم نجاحاتنا لكن كمان يستخدم حتى فشلنا علشان خاطر نشارك الإنجيل. Sometimes you are outstanding in your work situation. لما نكون أحيانا متميزين في مجال عملنا. An earthly boss may not even give you promotion. وممكن المدير بتاعي يديني ترقية. Because he knows whether you get promotion or don't get promotion, you'll still work hard. لأنه سواء خدت ترقية أو ما خدتش أنا هكمل أشتغل بكل جد. But then you'll have the peace of God. لكن كمان عندنا سلام الله. When the people see your peace, they will ask you, how come you have so much of peace in spite of no promotions? فممكن لو ما خدتش الترقية وشايفين السلام بيبلاني تيجي الناس تسألني إزاي أنت عندك السلام ده من غير ترقية حتى. This peace Christ gives us is a peace beyond understanding. هذا السلام اللي المسيح بيديه لنا هو سلام يفوق العقل. What is peace beyond understanding? يعني إيه سلام يتجاوز إدراكنا وفهمنا؟ To understand the peace beyond understanding, you must first understand the peace that can be understood. علشان نفهم السلام اللي بيتجاوز الإدراك والفهم، لازم نفهم السلام اللي ينفع يتفهم. For the world, no problem means peace. فمثلاً بالنسبة للعالم، لو ما فيش مشاكل يبقى هو ده السلام. Two countries are at peace when they are not at war. لو في دولتين في سلام ما بينهم معناه انه ما فيش حرب ما بينهم. So if I have peace, فلو انا عندي سلام and somebody else who is not a Christian
somebody who's not a Christian, somebody else. لو في واحد تاني مش مسيحي. He notices the peace I've got. ويلاحظ السلام اللي جوايا. And he tells me. ويجي يسألني. I notice you've got a lot of peace. يقول أنا ملاحظ إن أنت عندك سلام في قلبك كتير. You have any problems? أنت ما عندكش مشاكل بقى. If I say I have no problem. لو ما فيش مشاكل. He will say. هيجي يقول. We have no problem, so you got peace. I understand. أنا فاهم. أنت ما عندكش مشاكل فلازم يكون عندك سلام. مفهومة دي. But when I have many problems. لكن لما يكون عندي مشاكل كتير. And still have peace. وما زال عندي سلام. When a person sees that peace. فيجي شخص يشوف السلام اللي جوايا. And he asks me any problem. يقول لي في أنت ما عندكش مشاكل في أي مشكلة. I got this problem. I've got that problem. I've got that problem. هقول أنا عندي المشكلة دي والمشكلة دي والمشكلة دي. You have so many problems and you got peace. أنت عندك مشاكل زي كده بس ما زلت عندك سلام. I can't understand how. أنا مش فاهم الحكاية دي. That's peace beyond understanding. هو ده بقى السلام اللي بيتجاوز الفهم. How can God demonstrate that peace to the world unless we have problems then? إزاي الله يعطينا النوع ده من السلام اللي ما تفهمش إلا لو كان أساساً عندي المشاكل معه؟ So in the world we have problems. عشان كده لازم يبقى في بعض المشاكل. When I became a believer. لما أصبحت مؤمن. The same day. في نفس اليوم. I was in Germany and my wife was in India. كنت مع زوجتي في الهند. She had attack of the enemy. Evil one. كان في هجوم من العدو علينا. She lost her mind. وفقدت عقلها. She was admitted to mental hospital. وديناها مستشفى أمراض عقلية. I was told about it. 3 weeks later, I was told about it. بعد 3 أسابيع قالوا لي. I came back to India. رحت الهند قالوا لي. And she was undergoing treatment. إن هي تحت العلاج. Doctor said very difficult case. You take her back. دي حالة مش صعبة ممكن تاخدها. Everything went wrong because when the day I accepted Jesus, everything went wrong. كل حاجة تلخبطت في اليوم اللي أنا قابلت فيه المسيح. But the Lord spoke to me. لكن الرب كلمني. From 1 Peter 5:10. بطرس الأولى 5:10. And the God of all grace, who called you to the eternal glory in Christ Jesus, after you suffered a little while, will restore you, make you strong, firm, and steadfast. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. The Lord said, I will heal your wife. فرب قال لي أنا هشفي زوجتك. After a little while. بعد شوية وقت. He didn't say how long. He didn't say how long. أنا هو ما قاليش إمتى الوقت ده؟ إمتى هيشفيها؟ After a little while I'll heal your wife. بعد وقت أنا هشفيها. I kept on serving God. فاستمريت إن أنا أستنى الله. Without knowing how long little while would be. ومش عارف الوقت القليل اللي قالي عليه ده هيبقى طوله قد إيه. All I knew was with God, one day is like 1,000 years, 1,000 years is like one day. لكن كل اللي أنا عارفه إنه مع بالنسبة لله يوم بألف سنة وألف سنة بيوم. Little while I didn't know. أنا ما عرفتش الوقت القصير ده يبقى قد إيه. But just as God promised. لكن فعلا زي ما الله وعد. One fine day. في يوم الأيام. After a little while. بعد وقت. He completely healed my wife. شفاها تماما. In an instant her mind cleared. في لحظة كل حاجة اتظبطت. After a little while. بعد وقت قصير. How long was little while? قد إيه كان الوقت القصير ده؟ Only 15 years. 15 سنة بس. Praise God. Those 15 years was not suffering. It was training, basic training, advanced training, refresher courses. لكن ال 15 سنة دول ما كانوش معاناة لكن كانوا تدريب كان تشكيل في حياتي كأنه باخد كورس تدريبي مع الرب. So through the peace God gave me. لكن من خلال السلام اللي رب حطه في قلبي. My wife's family, my father-in-law gave his life to Christ. عائلة أسرتي جم للرب. Many family members gave their lives to Christ because they saw that those difficulties, I still had the peace of Christ. وأعضاء كتير في العيلة بتاعتي عرفوا الرب لأنه من خلال الوضع ده المشاكل دي شافوا لا ده في سلام حقيقي في حياته. Always glorify the name of Jesus. دائما اعطي المجد لاسم الرب يسوع. In success or apparent failures. سواء في النجاح أو في الفشل أو الحاجات اللي بيننا فشل. When you lift him up, he will draw people to Jesus. ولما نرفع اسم الرب هيبعت ناس لينا يعرفوا. Ask him for skills. Ask him for strength to work hard. Ask him for an honest heart. And when you shine for Jesus, he'll make you display for splendor wherever you go. أطلب من رب يعطيك الأمانة والكفاءة والإخلاص وفعلا المحبة للناس ومن خلال التميز ده تكون بتشع ببهاء الرب وهو هيجيب ناس يعرفوه. May God bless each one of us as we receive the Holy Spirit's anointing to shine for Jesus and glorify the name of Jesus.
رب يبارك كل واحد مننا واحنا فعلا بنظهر بهاء المسيح وبنخدمه. God bless you. رب يبارككم. نفسي تغمض عينيك معايا كده وتتأكد من حاجة واحدة بس، إنك مش موجود هنا صدفة، لكن كل كلمة سمعتها النهاردة كانت بترتيب إلهي إنك تسمعها وحياتك تتغير وتعرف وتتأكد مشيئة الله من حياتك. نفس الوقت اللي جاي ما يكونش مجرد بس إنك بتغمض عينيك وبتسمع حد بيصلي، لكن الوقت اللي جاي فعلا هو الوقت اللي انت تقول فيه لربنا انا عايز اعرف مشيئتك، انا عايز اقرب منك قوي عشان اكون في علاقة حية معاك، عشان اقدر افهمك، عشان اقدر افهم ايه هدف وجودي من الحياة. اذا انت في وظيفة معينة في كارير معين، اعرف انك كمان مش صدفة في المكان، واعرف ان شغلك ووظيفتك ده اللي هيستخدمك ربنا من خلاله لربح النفوس. حط نفسك بين ايدين الرب وقول له اذا كنت بتشتغل وما زلت بتشتغل في حياتي اظهر لي ارادتك من خلال كلمتك. اوعى تكون بتحاول ترضي الناس او ترضي ذاتك او ترضي اللي حواليك، لكن حط ربنا اولويتك عشان تقدر ترضي بس الرب، ولما ترضي الرب هتعرف قد ايه ربنا بيحبك، قد ايه ربنا مخطط لك خطه عظيمه جدا لحياتك يقدر يستخدمها من خلالك. حط حياتك كلها بين ايديه وقول له خليني اعرف انا موجود ليه واخدمك باي شكل من الاشكال. أبانا السماء يا رب بنشكرك من أجل كل كلمة رب كلمتنا بيها النهاردة. إدينا فعلا يا رب اللي احنا نخدمك بأمانة، تكون أنت فعلا خطتك هي اللي بتسود على حياتنا، تكون إرادتك ومشيئتك هي عنوان حياتنا يا رب. إدينا فعلا يا رب نخدمك بكل أمانة بكل وقتنا بكل مهاراتنا بكل شغلنا، وتكون أنت الأول والأخير في حياتنا. إدينا فعلا يا رب اللي أنا أفكر في حاجة واحدة بس، اللي أنا أرضيك، اللي أنا أعمل مشيئتك، والناس يا رب لما تشوفني تشوف صورة المسيح، أكون سفير صالح يا رب ليك، وأكون بعكس يا رب مجدك، وأكون شهادة حية لكل حد أنا بتعامل معاه في مستشفيتي، في عيادتي، في بيتي، في شغلي، في أي حتة أنا بتعامل مع الناس يكونوا بيشوفوني بيشوفوك يا رب فيا. ساعدنا يا رب اللي احنا نعيش لك بكل أمانة حسب مشيئتك وإرادتك.
Fair.
بس لشخص لكن لشعب. نوه عنها صاحب مزمور 84 وقال كده: طوبى لأناس عزهم قوتهم بيك، يقدروا يعدوا في وادي البكا بيرنموا. كاتب الترنيمة اللي جاية بيقول كده: وبنشهد ليك انت الله العظيم. ده أولها بيقول جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذبيحة حمد. لو مش عارف الترنيمة دي لأي سبب من الأسباب، أنا أشجعك تقول، حتى لو تنطق الكلام سيب النغم عليا مش مشكلة، لكن أنا عايزك تقوله تقوله، لأن كاتب الترنيمة فيها من ضمن الحاجات هاتي عدد 2 بيقول ده إلهنا حي وعلشان كده بنغني مش خايفين، والضحك بيملى حياتنا لو في الوادي دموع وأنين. حسان الرب حمينا مراحمه جديدة في كل صباح، وبيملى ليل الغربة بفرح. آخر عدد رائع بيقول: ماشيين وياه في موكب نصرة وغالبين بسلاح الروح، وحياتنا بخور قدامه عطر جلاله منها يفوح. وراح قال الكلام الجميل اللي قريناه في رسالة بطرس النهارده: وإله النعمة يقوي ويثبتنا في الإيمان، ومش بس كده ويمكننا باسم السلطان. أنا عايزك ترنم الكلام ده بيقين النهارده. كم واحد عارف الترنيمة دي كويس؟ مش هقول. يلا معايا من الأول من الأول: جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذبيحة حمد، وبنرفع شكر قلوبنا وبنهدي له كل المجد. عايشين أيامنا في خير وبيمتعنا بكل غنى، احنا ولاد وشعب وغنم مرعى، وبنشهد ليك انت الله العظيم، بنسجد ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام. النعمة بتكفينا وفي شدتنا فرح الرب. يلا علي معايا تسبيح، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. خلي بالك رنم معايا، ده إلهنا حي وعلشان كده بنغني مش أشكرك، والضحك بيملى حياتنا لو في الوادي دموع وأنين. إحسان الرب حنينة مرحمة جديدة في كل صباح، وبيملى ليل الغربة بأفراح، وبنشهد ليك أنت الله العظيم، وبنسجد ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام. ده في غربتنا النعمة بتكفينا، وفي شدتنا فرح الرب يقوينا، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. يلا رنم عن موكب النصرة: ماشيين ويا في موكب نصرة وغالبين بسلاح، حياتنا بخور قدامه عطر جلاله منها يفوح. وإله النعمة يقوي ويثبتنا في الإيمان، ويمكننا ده باسم السلطان، وبنشهد ليك أنت الله العظيم، نسجد ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام. ده في غربتنا النعمة بتكفينا، وفي شدتنا فرح الرب يقوينا، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. ترنيمة اللي قبل الأخيرة كاتبها بيقول: هو فيه في الدنيا إيه يستاهل إني أخاف عليه، غير إن أفرح قلب سيدي وأشوف رضاه عني في عينيه. عارف لما هو يرضى حتى لو كل، مش مهم الناس ترضى. اللي خلاهم لما شاف
شافوا اللي ما يتعيبش عيبه، العود الرطب زي ما بيقول عنه الكتاب، مش هيعيبوا علينا. سيبك من الناس، انا اشجعك قوي النهارده تعلق بالرب، امسك فيه، كمل معاه، ما تخافش. الترنيمه دي كاتبها بيقول كده، هو في الدنيا. هاخد الترنيمه دي وهسمعك عدد ترنيم بس هتسمعه في الاخر، وهنصلي ونمشي في الاربع دقايق اللي باقيين لنا. يلا تشجع، رنم معايا، قول وعيش عشانه، وديه مكانه وتزيد غلاوته واشتاق اليه. تعالوا نرنم له من القلب. هو في الدنيا ايه يستاهل اني اخاف عليه غير ان افرح قلبي سيه؟ هو في الدنيا يستاهل اني اخاف عليه غير ان افرح قلبي سيدي واشوف رضاه عني؟ فقول معايا واعيش عشان واديه مكان، واعيش عشان واديه مكان وتزيد غلاوته واشتاق اليه. قول معايا يا رب خليني اعيش لك، اعيش لك انت يا اله. قول تاني يا رب خليني اعيش لك، اعيش لك انت يا الهي وحدك في كل يوم، لا كل ساعه وكل ثانيه مجدك. قدي ايه من العمر فات قليل فرح وكتير قهار عشان حاولت اعيش لنفسي وفي اثامي. ونقول تاني قدي ايه من العمر فات قليل فرح وكتير قهار عشان حاولت اعيش لنفسي وفي اثامي كنت بات، لكن طموحي سويت جروحي، لكن طموحي سويت جروحي. ورجعت اقول بعد السكات يا رب خليني اعيش لك، اعيش لك انت يا الهي وحدك. يا رب خليني اعيش لك، اعيش لك انت يا الهي وحدك في كل يوم، لا كل ساعه وكل لحظه مجدك امجدك. عدد واحد ترنيم وبعديها نصلي. نفسي اطلب من خادم الرب الجميل اللي مشرفنا دكتور فايز فؤاد يجي يصلي معانا، واتمنى انك تشارك. سمعكم ترنيمه اسمعها بس، اولها بيقول اختبارات المؤمنين، اختبارات المؤمنين. ليه اخترت الترنيمه دي؟ كاتب الترنيمة دي بيقول عن حاجة، عدو الخير أحيانا بيكسب كسبة كبيرة، أنا هديها لك هدية عشان ما تعديش في اللي أنا عديت فيه أو اللي كاتب الترنيمة عدى فيه. بوفر عليك لو عايز تدرك هذا. سهام الشريرة الملتهبة عدو الخير بيوصل فيها لناس كتير حاجة، بيقول لك فيها يا عيني عليك، ظروفك صعبة، حظك وحش، شوف فلان، شايف فلانة، شايفة فلانة، شايف فلان، انت لا. الحقيقة يعني ما هو لو ليك اله زي ما انت بتقول عنه كده
مهارته بقت احسن اعظم من اولاه. ما تخافش. اخر عدد اللي اخترت عشان الترنيمه دي بيقول عمري كله في نور. بيقول في الاخر عمري كله في نور، وايماني يكون شهاده ينشر ريحه السرور، بلسم شافي وضماده، وبعد اللي اختبرته انسى اني كنت جريح، واللي يشوفني يلاقي فيا صورة المسيح. قرارها رائع، بيقول إحسانك فاق الأوصاف، أحكامك عدل وإنصاف. طب واللي جاي يا عم هتعمل فيه إيه؟ قال له مدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف؟ اسمع بس، خد 1 و3 معلش، أنا قلت عدد، اسمحوا لي أقول عددين. اختبارات المؤمنين في كل يوم تقول ده إلهنا إله أمين في إيديه كل الحلول، لسه بيوعد ويوفي يدي حلاوة من الجافي ويشق بحور ظروفي ويضمن للوصول. إحسانك فاق الأوصاف، أحكامك عدل وإنصاف، ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف؟ إحسانك فاق الأوصاف، أحكامك عدل وإنصاف، ومدام الرب نوري وخلاصي ليه أخاف؟ عمري كله في النور، وإيماني يكون شهادة ينشر ريحة السرور، بلسم شافي وضمادة، وبعد اللي اختبرته انسى اني كنت جريح، واللي شوفني يلاقي فيا صورة المسيح. احسانك فاق الاوصاف، احكامك عدل وانصاف، ومدام الرب نوري وخلاصي ليه اخاف؟ احسانك فاق الاوصاف، احكامك عدل وانصاف، ومدام الرب نوري وخلاصي ليه اخاف؟ اتفضل يا دكتور، تعال نقف سوا.
استأذنكم ترتاحوا دقيقة واحدة بس. في اجتماعات بيبقى الواحد مش عايز يطلع بعديها يقول أي تنبيهات أو أي تعليقات، وده كان واحد من ضمن الاجتماعات دي، لكن مضطر إن أنا أقول ببعض الحاجات اللي نتشارك فيها مع بعض. في البرنامج بتاعنا بعد العشاء في حاجة اسمها open time، هو دي معلش محتاجة أوضحها. open time المقصود بيها إني هنرجع تاني هنا القاعة، مش open time هنكون برا، لا هنرجع هنا تاني القاعة، بس open time ده في انترفيو، في مشاركة، في اختبار، لأن الناس افتكرت open time إنه ده open time، لا هو open time بس مش open time، هو موجود هنا في القاعة. فهنرجع تاني القاعة لأن عندنا هنسمع عن عمل الرب في سوريا، ومعانا حد هيشاركنا. اللي ما جاش وقت الكبسولة الساعة 4:30 خسر كتير. أتمنى إنه كلنا نكون موجودين عشان ما نضيعش اللحظات دي.